اسماعيلي واتحاد ومحله اسماعيلي النهارده عامل حاجه كويسه جدا. محكمة الرياضيه الكاس اصدرت قرار نهائي في الاستئناف المقدم من المحامي السويسري الكسندر روفينين وكيلا عن النادي الاسماعيلي ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب الجزائري محمد بن خماسه. وقررت الكاس تسديد النادي الاسماعيلي للاعب مبلغ 373 الف دولار امريكي. استأنف الإسماعيلي يوم 19 سبتمبر 2023 ضد القرار، و القرار بيلزم النادي الإسماعيلي بمنح اللاعب ما يقرب من 1,900,000 دولار، ده كان في 20 يوليو 2023. لكن قررت المحكمة في حكمها النهائي إن المبلغ بدل 1,900,000 دولار يوصل ل 373,000 دولار. والله كويس، هو المبلغ كبير جدا برضه، يعني 373 ألف دولار كتير كتير، لكن أفضل من 1,900,000. وكل دي طبعا غرامات وحاجات شغالة على الإسماعيلي، وإرث إرث يعني صعب صعب بجد. أنهك النادي، ضيع كل حاجة، ضيع كل فلوس، كل ما يعملوا أي حاجة فيها فلوس كلها بتضيع. إنك لازم تخلص المشاكل دي كلها، ده أنت بوقوف فترتين قيد، ومش عشان لعيبة، ده اللي فيهم الإسماعيلي دي، ده بسبب ان كتر القضايا اللي موجوده فخد فترتين ايقاف قيد. فيعني المشاكل بتاعت اللعيبه الاجانب دي اكلت الاخضر واليابس، وخلت الاسماعيلي حتى الان مش قادر يعمل صفقات، بيلعب بالشباب 2003 و2005، وواحده واحده 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 نروح واحد من نجوم مصر والنادي الاسماعيلي، عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي كابتن محسن عبد المسيح. مساء الخير يا كابتن. الخير، اهلا اهلا، ازيك استاذ محمد؟ ربنا يخليك يا كوتش، ايه الاخبار؟ يعني ما يعني اعتقد الامور كده، بدل 1,900,373 ماشي الحال، ولانه برضه مبلغ كبير مش قليل. يعني هو زي ما حضرتك كرمت وقلت انه مبلغ كبير 373 بس ارحم دولار، بس كنت هتخش في 1,860,000 دولار. اه طبعا ده حصل قبل كده، يعني الحمد لله ان الاستئناف يعني قبل وقدروا ان هم يصفدوا المبلغ، لكن احنا كان عندنا نور الزمان. نور الزمان كان عقده 200,000 في الموسم، وكان ماضي معانا 3 سنين. نور الزمان ما لعبش ولا مباراه، ودفعنا له ال 600,000 دولار بالفوائد بتاعتها، لان للاسف ما كانش لا اللجنه اللي جت بعد المهندس ياسر الحكومي ما عملتش استئناف للحكم، ما تبعتش، فالحكم اتثبت. احنا جينا لقينا في احكام ثابته علينا، خلاص ما نقدرش نستأنف. وفي مجموعه احكام كان عندنا الوقت ان احنا نستأنف فيها، وده كان من ضمن طبعا المشكله كانت كبيره اللي احنا كنا خايفين منها جدا، ان هم ياكدوا نفس المبلغ دي، كانت هتبقى يعني صعبه جدا جدا، طبعا مبلغ كبير قوي قوي يعني. فاحنا بنقول الحمد لله الحمد لله، برضو يعني مصيبه اهون من كارثه. طيب احنا دلوقتي وصلنا لداخلين على الميركاتو الشتوي، والاسماعيلي بلوش في الشتوي صح؟ هو موسم كامل بالظبط. الصيف عدى، وهيبقى برضو الميركاتو الشتوي القيد مقفول، وده زي ما حضرتك ما اتكرمت برضو قلت ان في فترتين قيد مقفولين ما لهمش دعوه خالص، ما لهمش دعوه لا للاسف، من كثره المشاكل اللي بين النادي الاسماعيلي واللعيبه والمدربين او مديرين فنيين، فاصدر الحكم ده في بايقاف الفترتين. تمام، ده القدر بتاعنا باذن الله، واحنا ثقتنا كبيره في اللعيبه بتاعتنا سواء الناشئين او اللعيبه الكبار، ثقتنا كبيره في الجهاز الفني ان هو قادر ان هو يعدي المحنه. كلنا زعلانين الماتش الاخراني طبعا. بشكر جمهور النادي الاسماعيلي، الدره والحسن المنيع للنادي الاسماعيلي الحقيقه، بيقف دايما في كل ما بقى لهم ماتشين بصراحه هايلين، ماتشين سواء الماتش اللي كان في اسماعيليه والماتش بتاع امبي الاخير هايلين بصراحه. ايوه طبعا، هو ده حصل بعد خروج الزملاء الثمانية اللي كانوا يعني محروسين، فهم اتفرجوا بالسلامة الحمد لله. فطبعا اللي حصل انفراجة للجماهير كمان، لأن جماهير كتير كانت زعلانة وكانت مقاطعة الحضور الجماهير يعني. وطبعا النادي الإسماعيلي من غير جماهيره
يعني بيبقى عادي زي اي بقى طبعا فرقه ثانيه. طبعا كابتن محسن دلوقتي بالنسبه لي الفتره اللي جايه يعني ال 373 دول جاهزين ونقفل القضيه دي ولا ايه الاخبار؟ لا هو دلوقتي احنا قدامنا فتره لدفع المبلغ دوت، اعتقد ان هي بتوصل ل 45 يوم. تمام. في الفتره دي بنقدر ان احنا بنتواصل مع اللاعب وبنقدر ان احنا نقسط المبلغ تمام. وبنتفاهم يعني معاه في الوضع اللي احنا فيه، والامور تمام. بتمشي طبعا طيب احسن. في حاجه تانية موجوده؟ في قضايا تانية لسه ولا في فرص شوات، اخر حاجه فرص شوات، احنا كان عندنا 12 قضيه، قضيتين ما كانش لسه في حكم فيهم. فراس شوات كنا عاملين استئناف لفراس وعاملين استئناف لمحمد بن خماسه، والحمد لله بن خماسه جت يعني تعتبر نقدر نقول لصالح النادي الاسماعيلي. اه طبعا طبعا طبعا. اللي ناقص مين؟ فراس بن شوات وفي كمان جان موريل وكارميلو، احنا برضو قسطنا المبلغ فليهم بعض الاقساط لسه ما خلصتش. لكن لا انا بتكلم على قضايا، في قضايا لسه ما تبتش فيها، انتوا منتظرين فيها فراس. قرار هي قضية فراس بس اللي بس فضلوها. وبعد كده خلاص خلصنا يا رب يا ان رب شاء الله. في اي حاجه تانية باذن الله. ان شاء الله دعواتك بقى ان شاء الله للنادي الاسماعيلي مش لينا، ليكوا للنادي الاسماعيلي. ما انتوا لما ربنا يوفقكم في اداره الكوره للنادي الاسماعيلي واداره الامور النادي هينعكس على النادي طبعا، والامور هتمشي بشكل جيد باذن الله. اشكرك كابتن محسن عبد المسيح، شكرا جزيلا، عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي، واحد من نجوم الزمن الجميل في النادي الاسماعيلي. كان حته باك ليفت.